نظم حزب مستقبل وطن بالغربية مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. شهد المؤتمر حضور الآلاف من المواطنين والشباب والفتيات ورجال الدين والسياسة لإعلان وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة واجب وطني، وأن مصر شهدت خلال فترة تولي الرئيس الحكم العديد من الإنجازات الداخلية والخارجية. شايف الموضوع مش مجرد انتخابات رئاسية أو إدلاء بصوت انتخابي، الموضوع أكبر من كده. إحنا مطلوب منا ننزل نحافظ على أرضنا وعرضنا، ودي حكاية الانتخابات. لذلك يعني شهداء كتير قبلنا ضحوا بحياتهم من أجل هذه الأرض، فإحنا مش عاوزين يعني ما نستخسرش ساعة من وقتنا للحفاظ على أرضنا والحفاظ على رئيسنا إن شاء الله. إنه النهاردة عشان نبعث مجموعة من الرسائل للشعب المصري. الرسالة الأولى أننا خلف هذا الرئيس إلى آخر لحظة في حياة هذا الوطن. ربنا لما قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ما كانش الكلمة بالسهل. لما قال اهبطوا مصر ما كانش الكلمة بالسهل. لما الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول ستهلك جميع الشعوب جميع الجيوش إلا الجيش الغربي، فكان أقصد الجيش المصري الذي لا يهلك ولا يموت. لكل المواطن المصري انزل وشارك، وده شعار يمكن إحنا النهاردة متمنينه للجميع، انزل وشارك وحط رأيك. لكن أنا يمكن النهاردة بقول لحضرتك إن المؤتمر الحاشد لدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضرتك كل السادة الحضور كانوا موجودين وشفت قد إيه مدى الحفاوة والاستقبال في دعم سيادته لفترة رئاسية إن شاء الله جديدة. بنقول له سيادته انزل وكمل مشوار، واحنا معاك الشعب الغربيه كله باذن الله مع حضرتك، وباذن الله نقول يا رب كلمتنا، ويكون في النهايه الغربيه كعادتها بتحقق ارقام قياسيه وبتكون من مصاب المحافظات اللي تنزل وتشارك في الانتخابات الرئاسيه. انا كمواطن مصري جاي النهارده اشارك في المؤتمر ده، اولا حبا في مصر، حبا في مستقبل مصر، حبا في الاستقرار والامان، لاننا النهارده مش شايف صراحة الاستقرار وفي ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي اللي احنا كلنا شايفينها وعارفينها ونعاني منها الا بوجود والالتفاف حول قيادتنا السياسية، التفاف قوي من القلب يعني حوالين فخامة الرئيس الرجل المواطن اللي بيحب بلده. جيت النهاردة علشان اشارك المؤتمر لتشجيع الرئيس وتأييده، وبتمنى ان الشعب المصري كله ينزل لتأييد الرئيس في الفترة اللي جاية دي. احنا محتاجين الشعب كله يبقى وراه، ومحتاجين ان احنا نبقى ايد واحدة ومعاه ومع قيادتنا.